هي بساتين مزرعة الفلاح محمد بطاز الذي تبنى الأساليب العلمية الحديثة في عمله، ما مكنه من النجاح في تخصصه. هنا لا يتوقف إنتاج الفواكه على طول السنة، وهنا يشتغل عمال بشكل دائم. تم بالباسين تاع الماء اللي نجيبوا له من البير، نحطوا الماء في الباسين هذا، وعندنا شومبر هذه اللي باقي نتحكموا في الماء كامل من الشومبر هذه، نحطوا في الشومبر هذه نحطوا من هنا الدواء، نحطوا السلفات، نحطوا الادويه والاسمده كامله نحطوها من هنا نبعثوها في الماء، ما بقيناش نبعثوا بيدينا في تحت الشجر، نحطوا في الماء ونبعثوا من هنايا التحكم تاعنا في الماء وفي الادويه في الاسمده نتحكموا فيها في الشمره هذه مع الباسين هذا هو اللي نتحكموا فيه دركا من هنا. كل ذلك لم ياتي من فراغ، فهذا الفلاح لا يتوقف عن تطوير عمله حتى انه يجرب طرقا علميه حديثه بمفرده. انا درت الغرفه تاع التبريد انا في الانجاز تاعها بربي ان شاء الله من الصيف هذه نبداو نركبوا في الموتورات تاع شوم فروا، والمستودع بربي ان شاء الله انه في نهايته، وحنا مطورين ومازلنا بالك. جاني المدير تاع الصيد البحري ثاني عندي هنا قال لي باش نديروا الحوت في الباسان وفي اليسار هذوك نديروا الحوت، قلت له بربي ان شاء الله نمشيو فيها، وانا قاعد نمشي فيها باش نربي الحوت باش يعود هو مستثمره كامله من الاحوال تاعها كاملين تعود منتوج كامل. هذا الفلاح يامل في ان تكتمل سلسله الانتاج من البستان الى التخزين وحتى الحفظ، ما يجعله مثالا للفلاح المستقبلي الذي تعمل الدوله على ان يكون لضمان الأمن الغذائي.